الإعلام هو حر في الرؤية التي يتبناها ويروج لها، وأنا لا أريد أن أصادر أحد، وكل إنسان سوف يحاسبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على الدوافع والنوايا التي تدفع به إلى مثل هذا الطرح. الجبهة الإسلامية حزب سياسي مارس العمل السياسي السلمي، والدليل على ذلك أنه طيلة هذه المدة لم يستطع أحد أن يوجه لنا اتهام حتى في المحكمة العسكرية. أنا أذكر أن صحيفة من الصحف الفرنسية كتبت مقالا يوما علي عندما خرجت من السجن، لا أريد أن أذكر اسمها، يقول أحد الصحفيين بأن فلانا مسؤول على مقتل 150,000 جزائري. فأخذت الجريدة وذهبت إلى مركز الصحافة وقلت لهم أحب أن ألقى كاتب هذا المقال لأرد عليه. وطبعا كان في ذاك الوقت كنت محاصرا وما زلت محاصرا إلى يوم الناس هذا على كل حال برجال الأمن ومنعوني من الدخول، والصحافة أيضا رفضت حق الرد. فما كان مني إلا أن قلت في مسجد على كل حال إن هذا الاتهام لم يوجه لي حتى في المحكمة العسكرية، المحكمة العسكرية لم يوجهوا لي هذا الاتهام، إذا كنت أنا مسؤول على مقتل 150,000 المفروض أنا عندي إعدام 150,000 مرة. ما هو ما هذا صحافة تكتب، والصحافة أنتم تعرفون في وقت من الأوقات يقال وراء كل جريدة جنرال صحافة مستقلة. وأنا لا ألوم يعني ألوم أخلاقيا أن صحافي أو صحافية يدرس 20 سنة من حياته ثم يبيع قلمه ليكتب كلام هو أصلا لا يعتقده. فعندما تسأله تقول لما فعلت هذا يقول لك الخبزة تبرر لك هذا، إذا كنت تسلك مسلكا آخر في الحياة، كن تاجرا، كن حدادا، كن بناء، كن إسكافيا، وربما تجني من الأموال ما لا يجني الصحافة. هذا إذا كان حسبتها بالعقل في هذا الزمن. طول يراه يخلص أكثر من صحافي عشرات المرات. يخدم الأخشاب نفس الشيء. يبيع الغذاء للعصافير إذا كان حسبتها بالعقل. أما أنك صحافي صاحب قلم والقلم مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى تلقي بهذه الاتهامة، ثم يأتي بشريط يقتطع ما قبله وما بعده فيظهر للناس مظهرا غير صحيح، كما المثال المشهور عندي ويل للمصلين. إذا كان ويل للمصلين إذن لا نصلي، لكن عندما تتم الآية ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا نصبح كما أبو نواس عندما قال دع المساجد للعباد تسكنها وهيا بنا إلى الخمار يسقينا، ربك ما قال ويل للسكراء بل قال ويل للمصلين. هذا الاقتطاع يعني تحذف الجملة التي قبلها وتحذف الجملة التي بعدها ثم أعرض الشريط تماما. ولذلك لو كنا في محاكمة، لو كنا في محاكمة هذا الشريط يراه القاضي من أوله إلى آخره، فقراءة القاضي للشريط تختلف عن قراءة الصحافي وتختلف عن قراءة السياسي وتختلف عن قراءة رجل الإعلام. إذن هذا الشريط جاء في ظرف من الظروف
أنهم هددوا، يعني كان تصريح تاع نزار بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لن نتركها تواصل، وجاء ليس في مقام ولم يأتي في مقام الهجوم وإنما في الدفاع، وحق الدفاع حق مشروع. وقد اتهمت في ذلك الوقت بأنني أنا الذي قلت لأحد الفرنسيين الذين جاءوا من فرنسا وقالوا جاءوا بسلاح، وأنا الذي أمرته بالإتيان بالسلاح. فإذا لا بد أن يؤخذ الحدث كله دون تقطيع ما قبله وما بعده، حتى لا نوحي للمشاهد ولا نعطيه صورة غير الحقيقة. ولذلك وهذه نقطة، وشيء لا بد أن نعرف الزمان والمكان الذي قيل فيه ذلك الكلام.